العائلة المغربية فاش كيكونوا معروضين. يلا وجدوا راسكم نتوما خلاص، غتعطلنا على الناس جالسين تيساينونا. واه انا واجدة ماما، صافي لبست حوايجي. ويلي واش تهبلتي لمك؟ غادي بصوتك تسحب لراسك غادي لابلاج، احنا غاديين عند الناس عارضين علينا. سير لبس سوالك، البس سوالك، احنا ما غاديش نعوموا. واخليني لحفظك، بغيت نمشي هوك، ما تعجبنيش لبس سوال هكا تنبقى خفيف، نقدر ندير حركات هكا في السماء ونتولى. خليني نمشي هوك. اشوف لمك هذاك الهبيل بلا ما تسولني قدام الناس. شوف لبس سوالك، لا ما لبستي سوالك والله يا امك لا عاد تمشي معايا. انا علمتك. يلا صاحبي خلاص. حسن وجدتي راسك؟ راني وجدت راسي. كي جيتك؟ نشوف. لا زين تبارك الله، خاصك على العقل، كتبان بحال واحد ممثل تركي مثل في واحد فيلم شحال هذي. فراسي زين بلا ما تحتاجي تقوليها ليا، قال لك اللي زين زين واخا يعوم عام 2-2. دابا انا واش نعوم عام 2-2 وزوين عليك وانتي ضلي تعومي وشوفي وجهك كي داير. شوفي تبارك الله صاحبي، فراسك شحال هذي في الدوار وكانوا عيطوا لي على الصحر. انا خادي خارج على الصحر جاي، ها الصحر غادي، ها القاوي هنا، ها القاوي مشى، واش كي كنت وكانوا عيني خضرين وكان شعري مسلسل هكا مسلسل هكا بحال شي حليب كنت نديرو بحال هكا بقى لي بقى يشطح. دابا تشوفي شعري مفيكسي على حقاش، دابا شعري بحال اللي تعصب، فهمتي؟ ملي تزوج فيك ولا شعري معصب ولا مداير هكا مفيكسي، مبقاش كيتحرك. ولكن شحال هادي نعقل على راسي كنت قاوي كنت زين. شتي دابا ناقصاني اللغه، حطيني دابا وسط القول وما تحل فعليا تقولي هذا ماشي مغربي، تقولي هادشي قاوي، هذا جاي من النرويج وجاي من طاليان. فهمتي انا فراسي زين. شتي دابا واخا تشوفيني بحال هكا، انا زعر ولكن زعر من الداخل، فهمتي؟ دابا وليت زعر من الداخل، وملي تزوجتك تحيدات مني ديك الزعوريه. راه كنت زين تبارك الله صلى انبي، راه تشوفيني انا باش تزوجتك انت، راه كنت غنتزوج بواحد القاويه، كنت غنتزوج بها واحد القاويه المانيه كانت كتموت عليا. تصوري معايا كانت كتجيب طياره خاويه، طياره خاصه تجي بها من السماء تتلاح عندي تتقول لي دابا طلع معايا الطياره، تنقول لها لا خليني انا بغيت نبقى هنا في الدوار، تتقول لي والله تمشي معايا في الطياره، تجي خاسره ليسونس من تما كتهبط في الطياره وتتمراج، تجي عندي الصباح وتجي عندي في العشيه. وهذا الشيء كنقول لك راه كتجي في الطياره ما تتهبطش، غادي تيلوحوا ليها واحد الخيط تتمهطع في واحد الخيط، وهذا الشيء على ودي. ولكن انا اختاريتك انت، لحقاش انت هي انت، فهمتي؟ لحقاش انا اصلا نهار شفتك انت ما شفتكش، ما شفتش الجمال ديالك، لحقاش انت اصلا ما فيكش الجمال، انت اصلا دايره بحال الجمال. انا نهار شفتك شميت الريحه ديال المرقه ديالك، كنت دايز من الشاجم ديال الكوزينه شميت ريحه المرقه. صافي جيت عند باك قلت له زوجني ببنتك، لحقاش كتعرفي طيبي المرقه، فهمتي؟ اما نتزوجك انا على ود العطريه ديالك، فهمتي؟ تعرفي ديري العطريه تعرفي طيبي، اما هو الجمال جمال كون بغيت نتزوجك ونبغي الزين نزوج ديك القاويه اللي كانت كتجي عندي في الطياره خاوي. وانا ها كي جيتك هو انت صاحب عقلك، خاصك على الزين. واه ضحكت معاك يا الهبيله، شتي انت راه تي كيفاش نصرح لك؟ تي وتي ما بغاش تخرج لغالب الله، وجهك ما ضرب فردي خاوي، كنشوف فيك تنبغي نقول زوينه ما كنقدش نافقك، وجهك مدافع شي حديده مصديه، وجهك زرق او واش امك كانت كتوحم على بطاطا قصبيه ولا شنو؟ لحقاش وجهك عوجتي شويه، جيت حتى لهاد البلاصه هو يدير هاد، انت عندك بحال شي شانطينا او السلامه يا ربي. وعلى الاقل نقصي عندك اللحيه والموسطاج، او لحيتك ولات كبار مني كثر شي بكثرات، ما بقيتي عايشه معايا وليتي انت كتشبهي ليا. حيدي ديك اللحيه حسني الموسطاج ولا كاع عطاسيها بعدا، تولي عا كتشبهي لولد عائشه شويه، شي بدينا بحال هوك. شوف انت داك الجيف العيفه، جمع راسك من الصباح وانا ساكت عليك، كل ما كنت غادي عند الناس مذوبه والله يا امك حتى اليوم نتعسوا عليك. وصافي كنقول لك الحقيقه، قولي لي بعدا فين غادي نمشيو دابا حنا؟ غادي نمشيو نزرو. اشكون غادي نزرو عاوتاني؟ مرت احمد راه ولدات. او وعلى السيمانه اللي فاتت ولدات، واش هادي كتيلي شارجيهم ولا شنو؟ وعندها الكونيكسيون خفيفه، اشنو هذا الرابع ولا الخامس؟ لا التاسع تبارك الله. التاسع؟ ويلي السلامه يا ربي، وبقاو لي عاد ثلاثه وتكمل الفرقه ديال الكره وتعطيهم اللي كيدربهم ويشاركوا بهم في كاس العالم، والله الا احسن حاجه. او هادي ما بقاتش مرا، هادي ولات قليه كتبيضهم ولا شنو؟
دابا شنو المطلوب مني انا؟ شنو بغيتيني ندير؟ واش موجد راسك بعدا؟ وهاني واجد، مالي غادي ندوز الباك ولا بيرمي؟ وصافي نمشيو نقولوا للناس مبروك وناكلوا يقسم الله ونجيو فحالنا. اويلي على الشماته، غادي تمشي معايا هكا طويل؟ لا نمشي معاك عريض هك مزيانه ولا نمشي قصير؟ ونمشيو ناخذوا جوج قوالب ديال السكر ونمشيو نزغوا ليهم، مالناش عا بغيتي نديرو كاع. تا هو شهبلتي حادق عا في القوالب، الله يعطيك العذاب. الناس كيمشيو يزغوا بالفلوس، ها اللي يعطي 1000، ها اللي يعطي 2000، ها اللي يعطي 3000، ها اللي يعطي 6000، وانت غادي دير ليهم القوالب؟ شنو هو 6000؟ 6000 لقيتها حتى انا ونحلف عليها تكديها بالعان. كل سيمانه ولد ولد، راه عجبو الحال الناس كيجيو يزغوا له، لقاهم سمايت. انا والله لا داق من عندي شي 6000 ريال وشي 5 درهم هي اللي خا ما يديهاش، نديو لهم جوج قوالب. ابغاه هو هذاك ما بغاوش، نجيبو قوالبنا ونجيو فحالنا، وحتى هذاك القوالب ما نعطيهمش له. ولد ليا كريستيانو ها بزاف، كل سيمانه شي ولد غنحلف عليها. حتى هو هاد الفعايل هو ومراته مدايرينها، بغاو على ظهرنا يديروا بروجيات بزاف. دابا حسبي، دابا حسبي مثلا 20 واحد عطاه 6000 وداب فيه 30، والقليله القليله تجي شي 100000 درهم. ها هو داك بروجي. جمعوا راسكم جمعوا راسكم، انا غادي نعرف دوك القوالب. صافي قلت لك شوفي نمشيو، بغا هو هذاك ما بغاش نجيو فحالنا، ماشي انا نبقى مقابلو ها هو يولد وانا نمشي نزرق له. واش حتى انا نبقى شي زرق ليا ياه؟ السلام يا ربي، قال لك هو يولد وانا نبقى نمشي نزرق له، انا حمار ديال الطاحونه نبقى خدام عليه. ها هو ولدو ديك النهار، ولدو ديك النهار جا عندي شي جري، عمي 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 اعطيني 100 درهم. قلت له ما حشمتيش، قلت له طلبتيها قليله 100 درهم. وولدو ولدو على السيمانه اللي فاتت نعقل عليها، السيمانه اللي فاتت مشيت زرقت له وولا قدو قد العمود. عرفتي قداش؟ قدو قد فيه. عمي عطيني. قلت له في خاطرات تاني عمي، ماشي انا اللي عمك. واسكت دابا هنينا، حادك عا في الهضره والعليف كالجمل، ومشيو تما وسوهني قدام الناس، ما عاد تحط الماكله طاح فيها تا ولدك. الهيش الاخر. المهم انا غادي نمشي نهز دوك القوالب ديال السكر ونجمع داك الشيء وباش نمشيو. يلا نجي نلقاكم واجدين. اي دي السكر كامل حاسبهم، هزي جوج ودي لي عاوتاني السكر كامل، تخلينا كدوزو سيمانه عاد بالمسوس كي الجنون. بقاو حنا مقابلين عاد تاك تحمد هو يولد حنا زرولو مزيان تبارك الله. اقول لي انت لبستي؟ هاني لبست هاد السوال ولبست فوق هاد الشورت، لحقاش ماما هي اللي قالت لي ما خلاتنيش نمشي بشورت بوحدو، وحتى انا درت ليها خاطرها ودرت لها راسي خاطري، تعجبني نلبس انا هاد الشورت. وصافي دبر راسك. قول لي هاز داك صغاخ الزيت معاك في جيبك؟ اه بابا الجلالي ها هو هنا في جيبي، ها هو ناعس. صافي معلم شوف معايا، تحط الدجاج وسط الطابله، هز داك صغاخ الزيت لحمو وسط الماكله، هو يبدا يتمشى، هما غيتخلعوا عيبدا الناس يخوتوا ويهربوا. حنا شنو عنديو؟ انا نجمع داك الدجاج عنديو في ميكا غنخشيه هنا سط، غادي نهرب حتى ديك الساعه تبعني نجيو للدار نقسموه انا وياك. صافي بابا كون هاني، انت راك عارفني عول عليا، غادي ما تندير الخطه هي هذيك، بحال داك العجز اللي داتنا ليه ماما السيمانه اللي فاتت، فاش كان عاس وديناه كنازه، فاش طلقت ليهم الطوبات وبقى كلشي هارب والعريس براسو غادي هارب، خلى العروسه بقى غادي هارب، وجمعنا داك الدجاج وخدينا كلشي وهربنا. بحال هكا دابا غادي ندير. اسمعني اه، داك سراق الزيت ملي تحطو عندك يتمشى لينا فوق الدجاج، خليه يتمشى في الجناب ديال الطبسيل. وما تخافش بابا مدريسي، تنقول له اسي اسي، واصلا شي هاد سراق الزيت ونقي، وتنضل ندوش له، تندوش له في الصباح وتندوش له في العشيه. وكون معايا راجلي، ماشي بنادم بقى يضحك علينا بقى نمشيو نزرو له ما ناكلوش، خلينا بعدا نستافدو ونجيبو الدجاج كامل. صافي صافي سكت سكت، همك جايه. صافي يلا تقعدوا نتوما مشيو خلاص. صافي اسي سبقينا، شوف هاد الولد كنت هو راسو كي العمود فحال فحال البواب. او هذاك حلو الغيط، تعب شويه كل عام شويه تبدا كي العجل كي الجبل عبد الله، كل عام شويه صغر الضغمه تتكيتي على فخدك دك راسك. السلام يا ربي، كانت زرده ترجعوها كنازه على ود سراق الزيت، كلشي نهار ظهرك كيجري. اجي نتوما شتكم جيتو داغي كي درتو ليها؟ ما شتوش الحاله اللي وقعت تما؟ بالله جي شنو داكشي كاسي تاكلو؟ تاكوس بولي دجاج، شنو غيكون هادشي كتشوفي دجاج؟ نتوما من جبتوها من ساقيت الوالدين وطيبتو انا؟ طيبتيه؟ واش تا امك ما تعرف طيب؟ تا بيضه مسلوقه بقالك عاد طيب دجاج. قول لي من جبتو خلاص؟ لعبنا عليه وربحناه في السبوع. ماما لعبنا معاهم زين بومبح، اللي ربح
عيدي الدجاج وصافي وبحناهم حنا. هكاك وهم زعما داو عقلهم فيكم عارفينكم عاهو بل بلاتي تليفون شي صوني شكون اللي صوني عليا هادي السعدية اش كتصوني عليا هادو اللي كنا مشينا زرنا ليهم عاد دابا الو خويتي السعدية وفين هانية ها نعم ولدي هو اللي لحس زيت وسط الماكلة وحسن هز الدجاج وهاب تكونوا غالطين وقيلة كي دازو شفتوهم نتوما شفتوهم في الكاميرا اللي مشينا فيها يا قلت لأمك حلو في الغيسة يا قلت لأمك قطع الضو يكونوا ملصقين الكاميرات ولا شي حاجة ويلي 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 مشينا فيها غيكون هاي ضحكوا معاكم هاي ضحكوا معاكم داير لكم التحدي لحقاش راك عارف ولدي تيدير داكشي ديال اليوتيوب كدا غيكون هذا بغاو يدير لكم التحدي هاي رجعوا الدجاج رجعوه داو نعم شتوهم خارجين كياكلوا الدجاج في الطريق واقيلا انا واقيلا كنظن عا كيضحكوا معاكم لحقاش انا عارفهم هما باقي ما جاو للدار لا باقي هما ما جاو للدار لا يرجعوا ان شاء الله الدجاج كامل يا الله بسلام يا الله ويلي 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 ويلي